قام صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك بالمملكة المتحدة بزيارة لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، حيث كان في استقبال سموه الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. قال الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة بأن زيارة الأمير أندرو لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي تعد خطوة أولى ورائدة لانطلاقاته نحو العالمية، وهو مكسب حقيقي لفتح آفاق جديدة في العلاقات مع مؤسسات ومراكز عريقة دوليا، خصوصا وأنها جاءت على أعلى مستوى قيادي دولي. مضيفا أن زيارة سموه للبحرين عموما تجسد رغبة بريطانيا وحرصها على التواصل البناء على أعلى المستويات وضمان استمرارية البعد العميق لهذه العلاقة. وقد جرى خلال الزيارة استعراض جوانب مضيئة من العلاقات التاريخية والثقافية العريقة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة، فضلا عما حققته البحرين من إنجازات في إطار تعزيز قيم التسامح والسلام الذي تعود جذوره إلى أكثر من 100 عام من تاريخ البحرين. كما التقى سموه بنواب الرئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، حيث أعرب سمو الأمير أندرو عن إعجابه البالغ بما تمتاز به مملكة البحرين من ثراء وتنوع ثقافي واجتماعي وعقائدي وديني وعرقي، الأمر الذي يؤهلها لتكون مثالا يحتذى به ومركزا عالميا لنشر ثقافة الانفتاح والتنوع والسلام والإنسانية على نطاق واسع. الصدفة هي التي جعلتني مشاركا من البداية في هذه المبادرة، ومن الجميل أن نرى مدى التطور الذي حصل بعد مرور 4 سنوات تحت قيادة صاحب الجلالة. إتاحة الفرصة للناس للتأثير بالآخرين من أجل التفكير في التعايش السلمي في مجتمع متنوع جدا كما هو الحال في البحرين هو أمر عظيم، وأتمنى له كل نجاح. في الواقع يعني مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يعكس هذه العلاقات. أولا يعني علاقتنا نحن في الحقيقة مع صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز يعتبر أو تعتبر هذه الزيارة وهذه العلاقة علاقة وطيدة وقديمة. جل هذه العلاقة في الحقيقة تلك التي انعكست من خلال طبعا علاقة جات الملك حفظه الله بكل هذه الشخصيات العالمية التي تدعم موقف البحرين وتدعم موقف المركز الملك حمد يعني. وبالتالي زيارة الأمير أندرو أيضا في الحقيقة تعطي دفعة وتعطي تشجيع على المستوى المحلي والدولي. يعني الآن يكفي بأننا في جميع وسائل الإعلام الإنجليزية ستسمع بمركز الملك حمد، وهذا يكفي في الحقيقة لكي يعكس أهمية المركز ودوره، والكثير طبعا سيسأل عن هذا الدور المهم وسيعرف ما هو واقع البحرين التسامحي الذي نعيشه منذ سنين طويلة يعني منذ عشرات السنين أو مئات السنين في الحقيقة. تواجد صاحب السمو الأمير أندرو معنا هنا في بداية المرحلة التالية من مسيرتنا في مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مبعث فخر. صاحب السمو كان سعيدا بلقائه مختلف الجاليات هنا اليوم بهدف إبرازهم الصورة الحقيقية للبحرين، وكان أيضا مذهولا من كثرة تنوع الأديان والطوائف. ومن الواقع أن صاحب الجلالة يوفر هذه الحرية للجميع في البحرين للعيش سويا وممارسة أديانهم من دون معوقات في بيئة آمنة.